هذا اعلام، اكو اشياء اشاعات جاي تصير، اشاعات هاي اشاعات احنا ما نتقبلها، لان هاي انا برايي عندي اشاعات يسمونها عقول جاهليه، عقول جاهليه، ليش؟ لان ماكو فشي تستبدب عنه، ماكو فشي مثل ما يقول له تاريخه، اما فشي دلاله تقدر عنه، مو لولا هاي الشغلات احنا ما نستقبلها. الشهداء مضوا ونحن على الطريق، والاعلام المضاد كان في زمن رسول الله، الاعلام العام ضد رسول الله، والاعلام العام ضد علي بن ابي طالب، والاعلام العام ضد الحسين، قالوا خارجي وقالوا لا يصلي وقالوا كذا، فلم ينثني لا الحسين ولا انصار الحسين، والمقاومه كذلك، لن ننهزم ولن ننكسر مهما كان الاعلام ضدنا، نحن اهل عزيمه، نحن اهل ثوره، نحن اهل كرامه، نحن اهل شهاده. طبعا الاعلام الغربي كله ضد المقاومه، ما عدا الاعلام الدول الاسلاميه وهي دوله ايران والعراق وسوريا ولبنان، والباقي الدول العربيه مع الاسف موقفها موقف سيء، وان هذا الشهيد صحيح استشهد في سبيل الله، لكن بقت كلمته كلمه الحق وكلمه الانتصار، وان شاء الله ما يصح الا الصحيح، وبعون الله ننتصر. أدر الشريط، لنرى صور المعركة، كيف أحوال غزة وإطلالة الضاحية، من تلعب بالألوان لتصبح الملامح باهتة للغاية، لا تطفئ الكاميرا فالأحداث متسارعة، كل لحظة هناك شهيد وعملية وهناك ضحية، هناك استهداف للكيان وخسائر مادية ومعنوية، ولكن من ينقل الأحداث بصورة واقعية؟ من ينصر القضية ومن يشتري الحق ولو على رقبته، ولا يبيع ضميره ويجند نفسه لخدمة الصهيونية؟ مئات الشاشات والمؤسسات والجرائد والشخصيات، أخبار وتحليلات، تغطيات وبرامج سياسية، نصفها ينقل المظلومية والنصف الآخر يضرب المهنية. هل نسيتم الدماء المسفوكة؟ هل غادرت أذهانكم عمليات الإبادة؟ كيف تلعبون بالمشاعر وتعبثون بالمبادئ وتشاركون الجاني وتصورون لنا أنكم واقفون بجانب المجني عليه؟ من لم ينصر طفلا في غزة ولم يوصر صورة الإغاثة للضاحية وينددوا بالعدوان وينصر الإسلام ويرفع راية المقاومة، فعار عليه أن يقول أنا مسلم عربي، والقضية ليست طائفية ولا حتى عدائية ولا تخدم هذا البلد على حساب ذلك البلد، فمن يصمت عما يحدث في الجوار لن يكون صوته صادحاً حين تصله الجرائم الدموية، فهل أنتم أنصار للقضية أم عملاء للصهيونية؟ قبل ما نبدي محور حديث حلقتنا لهذا اليوم، خلونا نشوف وياكم تقرير الزميل شيبان سامي عن المجلس التأبيني الذي أقامه المجلس الأعلى الإسلامي العراقي في اليوم السابع من استشهاد سيد المقاومة الشهيد القائد حسن نصر الله. لنتابع. الشجاع وغمضة عيون العدا حسن نصر الله، يا هذا اللي ما ركبها محدده عافيه، حسن نصر الله يا هذا اللي ما ركبها محدده، يا جبال الصد وين الويت، يا جبال الصد وين الويت، يا جبال الصد وين الويت، يا جبال الصد وين الويت.
أقام المجلس الأعلى الإسلامي العراقي مجلس عزاء على روح الشهيد السيد حسن نصر الله ورفاقه بحضور سماحة الشيخ همام حمودي وكبار رجال الدين والسياسيين والدبلوماسيين وشيوخ العشائر، مستنكرين كل المحاولات الإجرامية التي تستهدف الأبرياء في لبنان وفلسطين على يد الكيان الصهيوني الغاشم. يقيم اليوم المجلس الأعلى الإسلامي العراقي هذا المجلس التأبيني في اليوم السابع لاستشهاد سيد شهداء المقاومة سماحة السيد حسن نصر الله وشهداء المقاومة الإسلامية، وهو في مسيرة تأبين الشعوب الحرة جميعا. اليوم الشعب العراقي كله يقيم مجالس التأبين، وهذه المواقف هي مواقف استنكار للعدوان الوحشي الصهيوني ومواقف تضامن مع الشعب اللبناني الأعزل والقضية الفلسطينية وشعبنا في غزة. لا شك أن فقدان الشهيد العظيم القائد السيد حسن نصر الله مثل صدمة كبيرة، وفراقه ليس هينا على كل المسلمين، ولكن دماءه جعلت هناك حافز ودافع كبير لدى كل المسلمين لأن يقوموا بواجبهم ويحملوا رايته وأهدافه كما جاء في كلماته. المعزون أكدوا أن العراق كان ولا زال مساندا لمحور المقاومة في ظل سكوت أغلب الدول العربية التي تهرول للتطبيع مع الكيان الصهيوني، مؤكدين الاستعداد الكامل من قبل المقاومة العراقية للدفاع عن البلدان التي تتعرض إلى اعتداء صهيوني. للأسف أن هذه البلدان هي تدعى أنها بلدان إسلامية، ولكن لا نجد لها موقف. اليوم الشعوب لديها مستضعفة لأنه هذه السلطات الحاكمة حكمت هذه الشعوب، وتحاول حتى بالتصريح الإعلامي أن لا يكون هناك موقف مساند لهذه القضية. قضية محور المقاومة وكيفية دعم محور المقاومة سواء كان في سوريا أو لبنان أو اليمن أو غيره، الشعب العراقي أبدأ موقف جدا كبير. محور مقاومة حاضر من خلال العمل العسكري والميداني، لكن ما حصل بعد استشهاد السيد نصر الله رحمة الله عليه وجدنا أن كل الشعب العراقي هو عبارة عن مقاومة للظلم والمحتل. وتشهد أغلب محافظات العراق إقامة مجالس العزاء على روح الشهيد المجاهد السيد حسن نصر الله، تعبيرا عن عمق هذا المصاب الذي أدمى قلوب المسلمين في العالم أجمع. من بغداد شيبان سامي، قناة الأيام الفضائية. رح نتحدث بحلقتنا لهذا اليوم عن تأثير وسائل الإعلام في مسار الحرب على غزة ولبنان، ورح نتناقش بهذه المحاور مع أستاذ الإعلام الدولي في جامعة بغداد الدكتور رعد الكعبي. حياك الله دكتور. أهلا وسهلا. كما أرحب كل الترحيب بالكاتب والصحفي هادي جلو مرعي، حياك الله أستاذ. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أيضا أرحب من بيروت بالصحفية والكاتبة ثريا عاصي، حياك الله أستاذ ثريا. وحياكم، تحياتي لكم من بيروت. أهلا وسهلا. دكتور رعد، بداية نتحدث على أنه الإعلام نصف المعركة، التكتيكات الإعلامية هل هي لصالح المقاومة؟ يعني بالبدء تحية جلابك الكريم وفرصة سعيدة. حياكم. وأتمنى لكم التوفيق. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. في البدء المعركة في أغلب الأحيان، يعني عندما تنشب معركة ما، الإعلام يا أما يكون جزء من المعركة بقضيتين، القضية الأولى يعمل على التغطية، والقضية الثانية يعمل على المعالجات الإعلامية. يعني بالبداية ينقل الحدث وراه يفسر الحدث. احنا عندنا في يعني سواء في الان وجود مواقع التواصل الاجتماعي، قضيه نقل الحدث بشكل مباشر اختلفت عن قبل كثيرا. المواقع التواصل الاجتماعي اخذت الكثير من جمهور الفضائيات، فصار الحدث ينقل بطريقه مباشره، تركت قضيه تفسير الحدث للفضائيات. يعني انت الخبر موجود، الخبر على مواقع وبعدين ايه الفضائيات تفسر، مواقع التواصل الاجتماعي تنقل الخبر، لكن باقي وسائل الاعلام تفسر الخبر او تضيف له او كذا، سوى متابعه. المشكله اللي واجهتنا الان حاليا، المعركه نقلت في مواقع التواصل الاجتماعي قبل الفضائيات. ليش نقلت؟ لان مواقع التواصل الاجتماعي اسهل عند الجمهور واكثر انتشارا، بعدين كل شخص يستطيع ان يصبح هو القائم بالاتصال وهو المستقبل نفس اللحظة، مو مثل الفضائيات. الفضائيات تحتاج إلى وقت، تحتاج إلى توقيتات، حتى قضية التغطيات الخاصة تحتاج إلى مراسلين، وتحتاج إلى يعني مشاهد مرئية حتى تقنع الجمهور بما يحصل، لأن الجمهور يثق كثيرا بما يرى أكثر مما يسمع.
وبالتالي هو يريد أن يشاهد مشاهد مواقع التواصل الاجتماعي أسهل. هاي مسألة. المسألة الأخرى، الجمهور بدأ شيئا فشيئا يثق في مواثق مواقع التواصل الاجتماعي أكثر من الجمهور. قامت مواقع التواصل الاجتماعي بسرقة الكثير من جمهور الفضائيات. عندنا مثلا احنا بالعراق لما صارت أزمة الموصل، لما داعش على الموصل، المواطن العراقي تلقى أسبوعيا أكثر من 3000 ساعة تلفزيونية من البث، الأخبار، الكذا، هذه. فعند الأزمات تنشط وسائل الإعلام مواقع التواصل. أكو قضيتين، أكو قضية أن الوسيلة الإعلامية تنقل الحرب، وأكو قضية أن الوسيلة الإعلامية تصبح جزء من الإعلام الحربي. هذه ما يشبه هذه. من ما تنقل الحرب ممكن. هسه أكو فضائيات صارت جزء من الحرب لصالح العدو. لا، أكو بعض الفضائيات، لاحظي هسه إحنا مو جديدة علينا هاي القضية، إحنا مشخصة من زمان، حتى الأستاذ هادي يمكن يشاركني. بعض القنوات الفضائية مثل ما صارت بقضية الموصل، داعش في العربية وفي العربية الحدث وفي الشرقية حتى ما يزعلون عليه ويقيمون عليه دعوة، وفي التغيير وكذا، من هزموا أبد بالعراق، من ينتصرون الجيش العراقي يقولون الجيش العراقي هزم مسلحين، من ينتصرون داعش يقولون شو اسمه هزموا. ليش الأزمة السياسية؟ هذول عندهم باعي. اكو مثلا حتى الضيوف، يعني ذاك اليوم في احد القنوات الفضائية انا يعني كنت على اطلاع، يقول له المقدم مال البرامج يقول له حزب الله انتهى، يقول له نتمنى ان ينتهي. يعني انت اذا متوافق وياه بالراي وتدري به هذا رايه، انت ما يفترض بك كاعلام ان تكون محايد. هسه انت ما تحب حزب الله ما يخالف، ما تحب الشيعة ما يخالف، بس ينبغي ان تكون انت تصريحاتك بها موضوعيه بها كذا. انا ما موجود. ليش اليوم اعلامي يجازب بمهنيته وباعلاميته؟ هم جزء من اجندتهم هذه، اجنده سياسيه، اجنده سياسيه وراها دعم اقتصادي. فتوضح حتى الضيوف نفسهم يتكررون، ارائهم معروفه، شنو الشيء الجديد؟ ماكو شيء جديد، ماكو شيء. ويقومون بقضيه مو نقل الحدث، تلوين الحدث، ياخذ جزء من الحدث يبدي يفسره، يخليه على انه قضيه راي عام، هو مو قضيه راي عام. نفس اللي هاي القنوات اللي أدينت في قضية الموصل، يمكن الكثير يشاركوني، الدولة ما تحرك ضدهم، الآن تلعب نفس الدور في هاي الفترة. إذن وأيضا من المتوقع أن الدولة ما تتحرك ضدهم. إذن أستاذ، هذه يعني أخطاء تتكرر، سووها سابقا ويا داعش، واليوم أستاذ رعد يقول نفس الجهات نفس الشخصيات قاعدة تروج للكيان، تقود المعركة إعلاميا لصالح الكيان. طيب تتفق بهاي وجهة النظر لولا؟ شكرا جزيلا. اولا طبعا تحيه للدكتور وللسيده ثريا من بيروت ولكم جميعا. انا لا اعتقد ان هنالك اخطاء، هنالك نوايا وهنالك قرارات حاسمه. ما يجري هو ليس اخطاء، ما يجري هو عمل منظم، وهنالك معسكرات تتقابل وتتصارع الان. لا يوجد اخطاء، الاخطاء من قبل الحكومه. لا لا لا، لماذا لا تتصدى سابقا لشخصيات روجت الى الفتنه؟ شوفي، موضوع التصدي والحكومه طبعا هذا موضوع جدلي، خصوصا في دولة لا توجد فيها مركزية، ودولة متعددة الأقطاب والميول والاتجاهات والقوميات والطوائف، ومراكز القرار فيها متعددة. لا يمكن أن يكون هناك القرار مركزي، لا يمكن أن تكون هناك إجراءات. ممكن أن أنتظر إجراءات تجاه وسائل الإعلام في إيران أو في تركيا أو في السعودية أو في الأردن، أوكي في مصر، لأنه هاي دول تمتلك منظومة سياسية واحدة ثابتة معروفة، لديها قرار واحد ولديها منظومة واحدة، وهنالك من يعمل وهنالك من يقرر وهنالك من يحسم. في العراق لا يوجد حسم ولا توجد قرارات ولا توجد قدرة. يعني الآن لما أكثر دولة في العالم تصدر قرارات ومشاريع قرارات في البرلمان العراقي هي العراق. يعني أنا أقول لك، هو مو عفوا على رأسي بس قرب وجهات النظر، يعني إحنا يمكن بالعراق نصدر قرارات أكثر مما ننتج بيض والدجاج في الدواجن، ولكن لا تحترم هذه القرارات ولا تطبق. أتحداك تجيب لي مواطن عراقي الآن منو ما يحترم؟ لا المواطن العراقي يحترم القوانين ولا المؤسسات تحترم القوانين ولا الذي ينفذ القوانين لديه الرغبة في أن يمضي هذه القوانين. ليش؟ لأنه يدرك تماما أن هذه القوانين لا تمضي على الجميع، وأن هنالك من يعطل القانون، وأن هنالك من يمنع إنفاذ القانون، وهنالك من يتجبر ويتفوق ويتعامل بفوقية مع الدولة. يعني هذه القوانين وهذه القرارات لا تمضي على زعامات سياسية ولا زعامات دينية ولا زعامات حزبية ولا زعامات حتى إعلامية ولا مؤسسات إعلامية لا تعترف أحيانا. ثم أن هنالك الكثير من الفضائيات التي يشتكي منها البعض لا تبث من العراق، لديها سلطة فوقية، بل أن هنالك في الدولة العراقية الآن إذا حضرتك بقناتكم تستدعون شخصية سياسية، القنوات اللي ذكرها أستاذ رعد مثلا، لو تستدعي أي شخصية أو أي زعامة عراقية راح يكشخ ويخلي عطر كريستيان ديور حتى يطلع عليها ويفرح، بينما إذا تستدعون قناة الأيام يجوز راح يخلي عطر زيتي من هذا أبو 2000 دينار. أو ما يخلي عطر، يقول لك ليش
لأنه تلك القنوات أولاً تمتلك قدرات هائلة تنفيذية وأموال هائلة وحرفة، وبإمكانها أن تذهب بجميع الاتجاهات إلى جمهور أكثر. وتذهب بجميع الاتجاهات، يعني ما عندها حدود، ما عندها مثلاً إحنا في كنا في فترات بعد 2003 لازم تنزع قندرتك حتى تدخل إحدى القنوات الفضائية، ذكر دكتور تبقى بجواربك، حتى أنا مرة قلت مو إذا جواريبي مثقوبة شلون خاف أخجل يعني. فأنت ما عندك أيديولوجية، ما عندك طريقة إدارة للإعلام، ما عندك حرية، أنت إعلامك مو حر، مو منطلق. يعني الشيعة يتباهون والله سوينا قناة الميادين، والله ها اشتغلنا بقناة يعني ثلاثة ببغداد، جبنا مذيعة سورية حلوة، جبنا واحد لبناني سولف زين كذا. لا، الفكرة مو هذا، الفكرة أنه أنت تروح تشتغل الإعلام كما هو الإعلام. إذا تريد قبل أن تنتقد، مو يقول لك قبل ما تنتقد الظلام اشعل شمعة أو كذا، قبل ما تنتقد العربية والشرقية اشتغل مثل الشرقية ومثل العربية. مو أقصد دكتور رعد، بس دكتور رعد أحدث عصف جيد، يعني أنا أشكر الرجل، هو لأن هو تخصصه، هو الآن مو بالضرورة ينتقد، هو ده يطيش توصيفات. لكن كما قلت لك أنه الإعلام العربي الذي يقف ضد حزب الله وضد الشيعة كما تقولون، هذا إعلام اتخذ قرارا سياسيا وقرارا ايديولوجيا، وليس لانه خائف من اسرائيل او لانه يتخاذل يعني او لانه متواضع. قنوات المقاومه لم تقم بواجبها بشكل صحيح. طبعا شنو اعتراضك؟ شنو المقاومه في العراق وفي سوريا وفي لبنان وفي اليمن وفي فلسطين، وهي مقاومه سنيه وشيعيه وحتى مسيحيه بالمناسبه، واكو يساريين وجزء حتى اكو ملحدين يحاربون اسرائيل. يعني احنا نروح ابعد بلدان العالم نجد ملايين البشر ضد الصهاينة ويتظاهرون وهم ملحدون وهم يشربون الخمر ونساءهم يلبسن الملابس المكشوفة، لكن هي قضية فكر وأيديولوجيا، لأنه قضية إنسانية. الصهيونية ليست ضد الإسلام، الصهيونية ضد الإنسان، الصهيونية ضد الإنسانية، الصهيونية فكر عليوي يعتقد أنه هو الله، وبالتالي عليه أن يملي قراراته، أن يقتل البقرة ويحرق الزيتونة ويصادر الأرض ويقطع المياه ويحرق الفلسطيني واللبناني والسوري والعراقي والإيراني والسعودي والمصري وكل الدول، كل الدول بدون استثناء. هي هدف الإسلام. هاي فهمناها من الصهيونية، بس أرجع لك بنقطة، ليش المسؤول يفضل بعض القنوات على بعض القنوات؟ يعني شنو هو محتاج فلوس مثلا حتى يروح؟ شوفي لا لا لا, لا وين هاي أول شيء عقدة نقص، لأنه إحنا حتى اللحظة لم نصل إلى مرحلة النضوج السياسي الكامل في العراق، وحتى اللحظة لا المسؤول في الدولة العراقية ولا المواطن يشعر أنه مطمئن على وضعه. يعني شوف أقول لك شلون، إحنا مثلا ما عندنا مشكلة مع الماضي لأنه راح الله ويا مات، ما عندنا مشكلتنا مع الحاضر نتصارع معه وخوفنا من المستقبل. إحنا في العراق حتى اللحظة لا يوجد استقرار للنظام السياسي، لا عندنا هوية اقتصادية، لا هوية سياسية، لا هوية دولة دينية قومية طائفية. فاحنا وين؟ احنا قلقين من المستقبل، قلقين من هاي الدوله، بالتالي انا احاول ان اطمئن الى نفسي مو الى دولتي. يعني المسؤول العراقي والمواطن العراقي ما يفكر ببناء الدوله، يفكر ببناء نفسه اولا. ليش؟ لانه ما يثق بالدوله. اي ناقص هو ايش قد بعد ياخذ فلوس؟ لا لا الفكره مو فلوس. يعني استاذ هسه هو عنده صحيح عنده فلوس، وخلينا نتفق على نقطه، الفلوس ما تصنع له شهره، لا 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 ما تصنع له حظ. لا، الذي يصنع هو العقل وليس المال. يعني اعطيك ممكن هسه مو اقدر احكيها، اكو مره معتبره بالايام الحصار عراقيه، لان ما كان اكو دجاج، ما يقدرون يشترون دجاج، يروحون يشترون ارجل الدجاج. زين. وتسوي مرقه طيبه جدا وسوب يخبل، هي عبقريه، لان حتى من كراعين الدجاج تصنع مرقه طيبه. واكو واحد يجيب له اطنان من الدجاج يروح يشوي لك اياها بطريقه بائسه ويحرق لك الدجاجه. احنا عندنا فلوس لكن ما عندنا عقل. احنا عندنا الاف وعشرات الصحف والفضائيات ومواقع التواصل الاجتماعي، عندنا مليارات وعندنا كل كنوز الأرض، بس ما نعرف نشتغل. رح أرجع لك على هذه النقطة اللي هو العقل الذي يدير المعركة الإعلامية، ولكن دعني أرحب بالست ثريا. ست، العلاقات الإعلامية في حزب الله تصدر بيانات متتالية حول عدم صحة صدور مواقف رسمية لأخبار تنشر وتنسب لمصادر من داخل الحزب، يعني من يحاول استغلال هذه التسميات بالوقت الحالي؟ تفضل. مساء الخير، وأنا بدي وافق ضيوفك الكرام حول موضوع فشلنا في تكوين إعلام حربي، لأنه الكل متفق أنه في آلة إعلامية كبيرة هي بقدام الطائرات التي تغير علينا وكل الأساطيل التي تتحرر أمامها، عم يكون فيها آلة الحرب الإعلامية
واللي هلا في تركيز تام منذ عام الى الان، ونحن نشهد تعتيم على كل الخسائر التي يخسرها العدو الاسرائيلي بسبب ضربات المقاومه من كل الجهات، ان كان من غزه او من لبنان او من العراق او من اليمن. برجع لسؤالك بموضوع حزب الله والأخبار التي تنشر داخل الحزب. نعم. عفوا. الأخبار التي تتداول داخل حزب الله بوجود استغلال تسميات معينة، ما هي الأغراض من وراء تنسب لحزب الله؟ يعني. نعم. بداية هناك إقرار كان حتى من سيد شهداء المقاومة السيد حسن نصر الله. أقر بأنه هناك اختراقات بآخر خطاب له تكلم عنها، وواضح أنه من بداية الضربة القاسية التي وجهت إلى حزب الله بالاختراق يعني باغتيال القيادة السيد فؤاد شكر، بأن هناك اختراق كبير لحزب الله وتلتها العمليات الوحشية والهمجية والتي كما تريدون أن تسموها، يعني يستطيع الجميع أن يسميها بأبشع الجرائم التي ممكن ترتكب. هناك إبادة تحصل في لبنان من أجل اغتيال المقاومة وفكر المقاومة واجتثاث بيئة المقاومة، ليس فقط مقاومو حزب الله. وبالتالي أنه لماذا هذا الإرباك في حزب الله؟ لأنه هناك اختراقات، هناك بلد مكشوف، نحن بلبنان بلد مكشوف منذ 2005 ونتعرض لأكبر عملية انكشاف حصلت في التاريخ، حيث دخلوا على كل الداتا الاتصالات والداتا الباسبورات، والحكومة اللبنانية سلمت كل شيء للجان التحقيق الدولية التي كان من بين أعضائها إسرائيليين يعني بيحملون الجنسية الإسرائيلية. نحن الوسيط الأمريكي الذي كان يأتي إلى لبنان ويفاوض الدولة اللبنانية فيما يتعلق بالحدود البحرية والنفط والغاز وهيك، واليوم منذ عام وهو انتقل ليكون موفد الرئاسة الأمريكية، هو يحمل الجنسية الإسرائيلية، هو كان قاتل في جنوب لبنان مع جيش العدو الإسرائيلي، يعني كان محتلا للبنان، وهو اليوم ما زالت الحكومة اللبنانية تفاوضه، وهو يقول أن أبواب الدبلوماسية أقفلت في لبنان. لا، مش بس من خلال حزب الله عم يطلع تصريح، لا، اللي عم يطلع تصريح على لسان السيد حسن نصر الله الذي لم يعد موجودا بيننا اليوم، فعن موضوع موافقته عن هدنة، عن فصل الجبهات، جبهة غزة أو جبهة الإسناد لغزة، وكل هذه الأمور. وبالتالي مما اضطر مكتب العلاقات الإعلامية أن يصدر هذه التصاريح، و يعني هناك حرب عالمية ونصف لبنان مشارك فيها إذا بدنا نقول على المقاومة اللبنانية. ولذلك يعني كل البيانات التي تأتي من المقاومة هي اللي نحن علينا نصدقها، لأنه الحرب من كل الإعلام، من كل تحول الإعلام. نعم. إسرائيلي يعني في بداية النشرة أنتوا بدي هنيكم على اختياركم هذا الموضوع الهام جدا، وتحديدا موضوع التواصل الاجتماعي والإشاعات وعملية الإحباط التي تحصل من خلال التسريبات الأخبار والفيديوهات، وحتى إعلامنا نحن فشلنا وصلنا عم نروج للإعلام الإسرائيلي بإعلام المقاوم أو إعلام، نحن فشلنا بكل هذه الأمور، يعني اتضح أنه في فشل كبير جدا بموضوع
عدم اهتمامنا بموضوع الإعلام، يعني ما حصل هن ضخوا أموال كثيرة جدا. رح أرجع لك إلى هذه النقطة المهمة، وكما قال ضيفك اللي بهني على الفكرة أنه لا تنقصنا الأموال. نحن بنعرف أنه تحديدا هذه الحرب يعني سوريا والعراق من أغلى بلدان المنطقة، على الأقل نحن عنا عقول بتفكر حتى، وعنا مقاومة نشأت حتى بعد الاحتلالات. سترية رح أرجع لك في هذه النقطة، في لبنان ولكن غيرها. ولكن سترية، أنه بموضوع الإعلام هناك يعني نحن اللي صدرنا الإعلام على كل العالم العربي، هلأ بتلاقي أن السعودية هي اللي شرت الإعلام والإمارات وغيرها، حتى شرت الإعلام اللبناني لأنه صار كله ممول. وضح السترية. نعم، اسمحي لي أن أنتقل الآن إلى دكتور رعد. دكتور رعد، يعني إحنا حقيقة نعيش في حيرة، كل ساعة على مواقع التواصل الاجتماعي نشوف نوع من الفيديوهات، تضارب بالأخبار، حقيقة ده يعيشنا في حالة من القلق. عندي يعني جملة ملاحظات، يعني أتفضل. وين صارت الأخطاء عندنا بالإعلام؟ أول شيء هذا الخطاب مالتنا الإعلامي موجه لمن؟ هل موجه للجمهور؟ هسه خلينا نفصل، للشيعة، للسنة، للعرب، للأجانب. هذا الخطاب مالتنا مو خطاب خارجي، خطاب داخلي. أنا جزء من هذه المنظومة الفكرية، توجه لي خطاب حتى تثيرني ليش؟ أنا مثار. هذا أول خطأ عندنا بالخطاب الإعلامي. الشيء الثاني، إحنا اشتغلنا على رد الفعل مو على الفعل. يعني صارت قضية لا ما مات، لا ما قصفوا هنا، لا ما دخلوا الجيش هنا. الإسرائيليين اشتغلوا على قضية الفعل فسبقونا بمرحلة بالإعلام. زين، هاي المسألة. المسألة الأخرى، وطبعا بالمناسبة دائما إحنا ننفي، وعندنا بالإعلام يمكن أستاذ هادي أيدني، النفي يثير الشكوك. كل ما تنفي الناس تثق بالفكرة الأولى أكثر ما تقفل، لأن الذين يستمعون للفكرة الأولى مو هم نفسهم ولا بعد أنتم اللي يستمعون للفكرة الثانية. زين، هاي الشغلة. الشغلة الثالثة يعني اللي هي جدا مهمة، إحنا مرات نطلع نقول إيه مثل ما قالوا الإسرائيليين، هذا العدد هلقد، هذا كذا، كأنما صارت هم مصادر أخبار إلنا. ليش إحنا ما عدنا ثقة بمصادرنا؟ بس ما نملكها؟ خلنا أقول لك، باي باي، عندك الإسرائيليين ترى هم يأخذون مصادر. دخلنا كملش. لا أنت، أنا ما لي علاقة بيهم، ما نحكي عن المنظومة، نحكي عن الداخل. الإعلام مالتنا كان بطيء في معالجة الحدث، مو بطيء في نقل الحدث. معالجة الحدث، في معالجة الحدث، هاي مسألة. المسألة الأخرى، هاي الأماكن اللي تطلع، أنا أعرف بالجنوب، إيه أعرف، وسوريا أعرف، وبغزة أعرف، بس هاي الأماكن اللي تقصف بإسرائيل، حيفا وما أدري شنو دلالتها بالمعركة؟ ما نعرف. ليش جت تستهدف أماكن وما تستهدف أماكن؟ غير يفترض يكون الإعلام يقدم لنا تصور، يابا ترى حيفا بها فلان شي وفلان شي، تقع بفلان مكان وكذا، ما نعرف. المواطن يسمع قصفه حيفا، يسمع قصه هذا بس ما يعرف، بس ما يعرف. هاي مهمه الاعلام يوضح له، يقول له ترى هاي المنطقه بها فلان شي وفلان شي، وقصفها يعني قطع الامدادات وكذا على اسرائيل. هذا واجب الاعلام، هذا ما موجود. احنا بالعراق نفس الاخطاء صارت بقضيه البوصل، وانا حكيتها باكثر مكان يدري استاذ هادي، وما حد اخذ بيها. احنا بالعراق عندنا 84 قناه فضائيه مسجله بهيئه الاتصالات، هاي الاحصائيه بال15 اساسا بكل الطورة، 45 منهن دينية إسلامية. عندنا 141 إذاعة محلية، وعندنا 16 جريدة يومية، وأكثر من 42 ألف موقع تواصل. شلون اشتغلوا هم هسه حتى بداخل العراق؟ أنا ذاك اليوم موقع قرأت الأخبار مالته كلها، ما قال إيران ضربت إسرائيل نهائيا. أول ترى اشتغلوا على قضية إخفاء الخبر، ما يشيرون له. زين، مو كل الاعلانات لهم. اشتغلوا على قضية، دخلنا خدمه، خلنا نكمل هيك، خلنا نكمل. اشتغلوا على قضية تلوين الحدث. شلون تلوين الحدث؟ يطلع مقدم برامج معروف يقول لك يابا ترى هاي المعركة مؤامرة بين الشيعة والإيرانيين لإسقاط الفلسطينيين، ويروج القاعدة الشعبية اللي متأثرين بأفكاره يقتنعون بهاي الفكرة. هاي قضية تلوين الحدث، هي معركة. والمسألة الأخرى قضية أخذ جانب من الحدث والتركيز عليه جعلها كل القضية. احنا نفس، سبحان الله، نفس الاخطاء اللي صارت باحتلال الموصل بالاعلام صارت عندنا. نحتاج الى ماذا؟ اول شيء الخطاب مالتنا الاعلامي لازم ما يكون خطاب داخلي. انا جزء من المعركه، انا مثار بدون ما تثيرني. الاسرائيليين اشتغلوا على قضيه الموروث الديني، احنا لحد الان ما اشتغلنا على الموروث الديني. يطلع هذا كوهين مش اسمه يقول نحن امه انزل، انا شفته على مواقع التواصل،
أنزل علينا التوراة قبل هالقد في جبل طور سيناء، يطلع بنيامين نتنياهو يشير، كل خطابهم عقائدي، كل خطابهم يستند إلى التوراة، يستند إلى عقيدة. الجمهور يثق أكثر، الجمهور ما لا قارئ التوراة ولا هاي، بس يسمع يقول إحنا الخطاب مالتنا سياسي مو خطاب لديني لحد الآن، رغم أن المعركة مثل ما اتفقنا أنا أستاذ قبل ما ندخل أن المعركة الآن من يقاتل هو الشيعة يقاتلون، البقية ما يقاتلون. فإحنا صار الخطاب مالتنا الجبهات الآن اللي تقاتل إسرائيل ثلاث جبهات، أكو جبهة فعالة يومية اللي هي لبنان وفلسطين، وجبهة مؤثرة بس مو يومية اللي هي العراق واليمن، وجبهة من وراء الجبهات كلها اللي هي الجمهورية الإسلامية الإيرانية. أنت يفترض بالخطاب الإعلامي تفسخ هذه الجبهات للجمهور، لما طائرات مسيرة تجي من العراق وتقصف أماكن في إسرائيل غير الناس يعرفون هاي الطائرات يعني اللي ضربته الهدف ماذا يشكل في المعركة، صالحنا مو صالحنا. اذا استاذ هذا خرق بالمناسبه ولا شفت خريطه باي قناه انت يا يدني استاذ هذا ما يدني ما ادري، ماكو قناه عندنا طلعت خريطه وقالت هذه حيفا هذه تل ابيب هذه كذا هذه بنضربنا هنا فلان شيء كانما استاذ هذا ليش ما عندنا مبدا اعرف عدوك؟ ليش ما لازم احنا نعرف الاعداء حتى نعرف نواجههم؟ والموضوع معقد بصراحة، لأنه الصراع هذا صراع متجذر أصبح، ولكن المشكلة التي اتكأت عليها إسرائيل واتكأ عليها الغرب من خلف إسرائيل هو الانقسام العربي والإسلامي، وبعد ذلك الصراع تحول إلى صراع ليس عربيا إسلاميا بالضرورة، إنما هو صراع شرق أوسطي، لأنه جبهات أخرى كتركيا وإيران هي جزء من المعادلة، وحتى باكستان أفغانستان دول في آسيا الوسطى دول في عمق آسيا حتى في أندونيسيا وماليزيا هنالك أناس تتعاطف مع القضية الفلسطينية في المشرق العربي في المغرب العربي. إذن القضية أبعد من أن تكون قضية بين العرب واليهود. في البداية كان الصراع كأنه مجموعات يهودية تأتي لتحتل الأراضي يسكنها الفلسطينيون ويهجرون الفلسطينيون، ثم نكتشف أن الفلسطينيون هم مسلمون ومسيحيون ويهود حتى، ثم نكتشف أن الصراع أعمق، أن هنالك مصر والعراق وسوريا والأردن ولبنان في المعادلة، ثم نكتشف أن هنالك إيران وتركيا والدول أخرى جزء من معادلة. كم سنة يرات حتى نكتشف؟ ما هو الفكرة إنه إحنا لا نهتم. ليش؟ لأنه إحنا إسرائيل ما ليش إسرائيل تتفوق؟ أحياناً واحد صغير بس يتفوق على الكل. ليش؟ لأنه هذا الصغير يمثل منظومة كبيرة، يمثل النظام الكوني الذي تقوده أمريكا. أي. إحنا ما نمثل هذا النظام، إحنا عبيد لهذا النظام، إحنا عبارة عن مجموعات بشرية تتكئ على سلطة حاكم ديكتاتوري يريد أن يبقى في السلطة إلى أن يموت ويؤدج الناس كيف ما يشاء ويحولهم إلى دجاج وخرفان، أو أمة متجبرة مثل فرنسا أو أمريكا أو بريطانيا أو إيطاليا اللي كل واحدة منهم يتقاسمون البلدان العربية والآسيوية والأفريقية ويستنزفون ثرواتهم. طيب هؤلاء أيضا يصنعون حكام يكونون جزء من منظومتهم، يربون أجيال فيما بعد امرأة استعداد ترتدي أي ملابس في سبيل أن تظهر عند مكان مقدس ممكن. عندهم قدرة على أن يساعدون في تنمية هذه الحكومات لتربي هذا النوع من الجيل، والآن بدأ يظهر جيل سيقلب المعادلة لصالح إسرائيل وأمريكا إلا إذا يعني تدخل الرب أو الله. ليش؟ لأنه حتى هذه الحكومات الموجودة حاليا هي حكومات مؤقتة ما يعتمدون عليها، هم ينظرون إلى الجيل اللاحق، الجيل الذي سيسحق هذه الحكومات وهذه الأنظمة. سنرد أقول لك بصراحة، يعني هسه أكو مطربة لبنانية وفنانة لبنانية تحرض على حزب الله أكثر من ما تحرض على الكيان جوليا ها تقصدين؟ لا جوليا من جماعة المقاومة، لا مو تحرض يعني تساند المقاومة. أنا أكو فد مطربة لا تقصدين مطربة أخرى؟ مطربة أخرى تتهجم على حزب الله وفنانة تتهجم على حزب الله اكثر مما طبعًا تتهجم على الكيان. عندك اليسا زين، هاي عتها جمهور اليسا الله يحفظها ان شاء الله ويخليها للامه الاسلاميه ولو هي مسيحيه. اليسا آلة حربيه، اليهود هم ايضا يعتقدون ان جوليا بطرس معناها هم مسيحيه يعتقدون ان جوليا بطرس. خب فيروز ايضا تأيد حزب الله، يجوز بس ماجد الرومي الله يستر عليها تأيد ماكرون وتأيد اسرائيل، ويجوز هم تأيد اسرائيل ماجد الرومي. بس الفكره وين صارت؟ انه احنا عندنا انقسام على مستوى الإسلام وعلى كشيعة وسنة وعلى مستوى المسيحية. والله العظيم إحنا الآن كمسلمين، وأنا أخفي مذهبي ما أقول شنو مذهبي أنا، نحن الآن نكره بعضنا البعض أكثر من كرهنا لإسرائيل. وهنالك من ينتظر في هذه المرحلة أنه إسرائيل وأمريكا والغرب يقضي بالتمام على الشيعة، لأن الشيعة الآن يسببون أرق للعقل العربي والعقل الغربي وللرأسمالية باعتبار أنهم ينهجون هذا المنهج المكلف
بالمناسبه حتى فئات شيعيه ربما ما تتلائم مع هذا الفكر، يعتبروه فكر مكلف متعب لان في دم وموت ونزوح وخراب وارامل وايتام وناس تجي تتوسل حتى تقعدها بشقه. مو شقد لبنانيين المساكين يجوا للعراق الان، هذا الفكر مكلف مقاومه، هذا فكر صعب صعب، الناس ما ترغب ما ترغبه. شوفي انا قبل ايام زرت دوله امريكا الجنوبيه محاصره من امريكا زي. الناس مثل ايام صدام حسين قاموا يوزعون عليهم حصه تموينيه ويعطوهم راتب قليل جدا ما يكفيهم لان النفط الفنزويلي واقف، ايران تدز لهم ناقله، روسيا ما ادري شو تدز لهم، مسوي لهم قاعده مال مستشارين، مطار كاراكاس فارغ ما بي طيارات، وهي فنزويلا ثاني دوله بالاحتياط النفطي قبل تسبق ايران، ثاني احتياط نفطي بالعالم. الآلة الغربية الآن القرار الكوني، القرار الكوني افهميني وأنت تفهمين إن شاء الله، القرار الكوني لا أقول القرار الأمريكي، القرار الكوني هو سحق إيران وسحق الشيعة بالكامل وتدمير بؤر المقاومة حتى السنية. بالمناسبة لكن هاي تتعارض مع العقيدة الشيعية والإسلامية. ترى السنة، شوف أقول السر، السنة نصف السنة على الأقل هم ضد إسرائيل ويحاربون، عندك الإخوان المسلمين بكل تنظيماتهم، عندك السلفية الجهادية وعندك مجاهدين عكس السلفية التكفيرية اللي تكفر الشيعة وتكفر السنة، أكو ناس سلفيين. ذكرتني يعني إيه؟ ذكرتني بنقطة كلش مهمة، ليش كانت فتاوى السعودية بس على الشيعة؟ جاهدوا بالعراق، ما هم يعتقدون فجروا بالعراق السعود، المملكة العربية السعودية فلسطين. شوفي أطياف من الحكومات العربية يعتقدون أنه الشيعة يمثلون مشكلة للعالم الإسلامي الآن، لأنهم يعتقدون أيضا أكو منافسة دينية، لأنه أكو حركة تبشير متقابلة في ليس فقط في المنظومة العربية مع بعض وضد بعض، حتى في أفريقيا وفي آسيا وفي أماكن أخرى من العالم زي. السعوديون يذهبون باتجاه والسنة يذهبون حتى قطر وغير قطر، والشيعة يذهبون وإيران تذهب والنجف تذهب باتجاه التبشير للمذهب الشيعي، وهذا يبشر المذهب السني. أصبح هنالك صدام داخلي، هذا الصدام الداخلي يعرقل عجلة المقاومة، يتعبها كل فترة مثل الحصى اللي بمحرك الطائرة والرمال تضرب محرك الطائرة أو طيور طائرة وتضرب محرك الطائرة، مثل الرمال اللي تعلق بها عجلات السيارة وعجلات الدبابة والمدرعة. هنالك شيء ما يعلق بعجلة المقاومة، أنه الطرف الآخر يعتقد أنه أنت ده سبب له مشكلة. ليش بعض السنة يخافون من الكيان أكثر ما يخافون من إيران؟ قصدك يخافون من الشيعة أكثر من الكيان؟ يخافون من يخافون من إيران، يقول جدا. لك أنا عدو في إيران بس ليش؟ هذا لا، هذا صديق. ليش؟ تعرفين ليش؟ ليش؟ لأن هذا يقول لك أو يقول لك لكي نتحدث في اللغة الفصحى أنه الشيعة يريدون أن يحولونا إلى شيعة، نحن طلعونا من مذهبنا السني خلونا شيعة. شلون نتحول لا شيعة؟ هو يقول انا من علاقه انا رجال لا شيعة ولا سني. شلون بينما اليهودي والصهيوني شلون جت له؟ انا هاي مو وقت الشرح، ما هو يعتقد هيك على الطاير. طيب هو السنة هذا شقنا على بعض مو السنة بعض المنظومات السنيه من ماذا تخاف؟ بعض المنظومات السنيه تخاف من حركه التبشير. يعني انا مره كنت قاعد في منطقه باقصى صلاح الدين خطار كنت، فواحد لحيت اللي هنا قاعد جايين يهنون واحد جاي أسير من إيران، رجل من أهل صلاح الدين جاي أسير، هم ما يدرون أغلب اللي كانوا وياي من بغداد شيعة، شيعة ساكتين. فهذا ايش قال لهم الرجل أبو لحية اللي هنا؟ قال لهم يعني الحمد لله على السلامة، المهم ما حولوك إلى رافضي، المهم أنهم لم يحولوك إلى رافضي يا أخي. قال لا لا الحمد لله لم يتحول، فقط علمون القرآن بارك الله بهم، علمون القرآن لم يحولون إلى رافضي. إذن مشكلته فها شوفي، فأنا أحكي لك عن بنية إسلامية متهرئة من الداخل، متهرئة من الداخل، فيها شيعة وفيها سنة، والإدارة في بعض الأماكن في بعض البؤر غير رشيدة وتسبب مشكلة وتصدع تجعل إسرائيل قادرة على أن تجتذب. الآن القنوات العربية الآن كلها ضد الشيعة، تشتغل ضد الشيعة، وهذا طبيعي. ليش؟ لأنهم نما في عقلهم وتجدر في فكرهم أن الشيعة يمثلون خطر على السنة في العالم وأنهم يبشرون بنشر المذهب الشيعي. لا، والأكثر من هيك الشيعة كفار. طبعا أنا جاي أفصلك، أنا لا مع الشيعة ولا مع السنة. لا يقول لك بالتأكيد، لكن هسه ما نرى في خطاب بعض القنوات العربية يقول لك الشيعة كافر، هذا حتى القرآن ما يقرأ. يعني أنا سمعت الكثير يقول لك الشيعة لا يجيدون قراءة القرآن، يعني وعندما تأتينا مصيبون. أيضا عندما تدخلين على مواقع تشوفين دعاة سنة هم يقول لك والله الشيعة خطر، دول الشيعة شو بده يسوون. حتى الآن بدأ واحد يكفر الثاني وواحد يطلع حتى أخلاق الثاني، حتى قضايا أخلاقية. مسألة أنا يعني سمعت عبر مواقع، لو وقت الساد هادي ما يدخل. لا لا العفو، سمعت عبر المواقع، يعني شفت شيوخ يقول لك هسه هذا مو وقت الحديث الآن، المعركة احنا ما نتعاتب ويا الشيعة، معركة ضد المسلمين ضد اليهود. بالمناسبة انا ما اعرف اني ليش ما تطلع قناة فضائية اسمها خيبر، خيبر ما تعني بس الشيعة،
خيبر متى تاريخ الإسلام إيه، لكن احنا الشيعة اكثر اعتزاز من البقية. خل تطلع قناة اسمها خيبر تقول هاي معركة خيبر الثانية، شوية خلي تأجج الشعور الإسلامي عند الطوائف الإسلامية كلها. يعني ما أدري أحد التعليقات الساخرة على أحد القنوات العربية، لا بس أنا شفت واحد عبر المواقع قال هسه هذا، لا تسمحين لي، قال هسه هذا الحديث مو وقته، مال دولة رافض وكذا، الآن أكو معركة المسلمين ضد اليهود، خل نتكاتف كلنا وبعدين عود نعاتب الشيعة. هسه أنا ما أريد أحكي بالسنة والشيعة، ليش هسه إيران والمقاومة وجنوب لبنان مو شيعة، مو يدافعون عن السنة؟ هو عليهم المعركة صارت، لا السنة يقاتلون يعني أيضا مع الشيعة. لا هي المعركة أساسا أغلب شو حزب الله لحد الآن، حزب الله الشيعي قدم 500 شهيد، حماس السنية قدمت 45,000 شهيد. إذن المعركة مو معركة سنة أو شيعة، صدقيني المعركة معركة شيوخ بالسعودية، لا معركة، شوفي معركة أنظمة، الأنظمة العربية تتبنى خطابا مختلفا حتى عن السنة. السنة كمواطنين لا تفك حلقك، الشيعة كمواطنين لا تفك حلقك، انه هاي الانظمه العربيه تعتقد بان هنالك خطر يداهمه من قبل ايران باعتبار ايران دوله. وانا اعطيك دليل صدام حسين الملك فهد بن عبد العزيز قال في الثمانينات قال ماذا؟ قال لولا العراق لكنا مثل الطيب بين الرعيان، وما اريد افسر هذا المثل شنو هو. وصدام حسين بعد ما طلع من الحرب ايش قال؟ قال غادرونا الغادرين، لان السعوديه والكويت طلبوا اموالهم، قالوا هاي ديون. ليش؟ لانه السعوديه ودول الخليج كانت تعتقد انه هذا مذهب تبشيري، وطلبت من صدام حسين ان يدخل في حرب مع ايران حتى لا ينتشر التشيع. ثريا اكو مطربه واكو فنانه لبنانيه معروفه ولهم قواعدهم الجماهيريه، والله العظيم أنا شفت الكثير من التصريحات لها تحرض على حزب الله، وتعتبر سماحة الأمين الشهيد حسن نصر الله عدو لها أكثر من الكيان الإسرائيلي. طيب هذا ايش قد تأثير هيك الشخصيات بالمعركة الثورية؟ لا أنا بتصور يعني حتى النقاش اللي دار هلأ عنكم مع كل التقدير والاحترام، ولكن نحن عم نحقق يعني مطالب الاستعمار، هن شغلوا كل الوقت لحتى يفرقوا بين سني وشيعي، والحرب ليست بين سنة وشيعة. صحيح ما يحصل في لبنان هو إبادة للشيعة وملاحقة للشيعة، وهذا الكلام من 2000 لحد اليوم، وهناك كل المخططات ل استهداف بيئة المقاومة اللبنانية التي هي في أغلبها شيعية. ولكن سيد الشهداء سيد حسن نصر الله كان قد أشاد في بداية في بعض الخطابات ببدايات جبهة المقاومة اللبنانية التي هي تضم كل العلمانيين وغير العلمانيين، وهناك شهداء من المسيحيين ومن غير الشيعة للمقاومة، حتى أنهم اعتقلوا في السجون الإسرائيلية ومناضلين وغيرها، وحتى بالمقاومة الفلسطينية كان هناك المسيحيين وغيرهم. موقف الدول الخليج لا، هم شركاء في هذه المجزرة التي نتعرض لها في لبنان وفي فلسطين. في 2006 هم كانوا يمولون حرب إسرائيل على لبنان، وهذا بإقرار من الإسرائيليين، واليوم هم شركاء بالمجزرة المستمرة في مجزرة الإبادة المستمرة في غزة، وهم من يمولون الجيش الإسرائيلي. اليوم نتنياهو طلع عنه تصريحات بيحكي أنه مطارات أبو ظبي ودبي تحت تصرف الجيش الإسرائيلي بكل الإمدادات، والحكومة محمد بن زايد تحت تصرفه. الدول الخليج يعني ما بيخفي عن حدا، بات معروفا الخط اللي فك الحصار عن هذا الكيان المعادي انه يمر من الامارات الى الاردن. طيب ستريه لو كنت تسمعيني بوضوح اعتذر على المقاطعه، وهو ما اراده هذا دول الغرب الاستعماري التي تشارك في هذه الحرب
الإبادة. طيب ست ثريا لو كنت تسمعيني لو سمحتي، امبارح كانت غزة اليوم لبنان وسوف يستمر. طيب ست ثريا هذا العدوان مستمر، ولكن لم تجيبيني على سؤالي لو سمحتي فيما يتعلق بهذه الفنانة التي نعم. يعني لا أعرف كثيرا ولا أعطي كثيرا آذانا لها، لكن لا هناك من الفنانين مسيحيين أو مسلمين أو شيعة أو مسيحيين لا طلعوا وعم يأيدوا إن كان ضد الإبادة في غزة أو مع المقاومة ومع السيد حسن. يعني أنتوا ذكرتوا جوليا بطرس غنت كلمات صوت سيد الحرب. حسن نعم. للمجاهدين والمقاومين وغنت دائما للمقاومة، ولذلك يعني أنا لا أعرف لماذا نعطي. وكان سيد حسن حتى ذكرهم في خطابه أن بعض اللبنانيين أو بعض العرب حتى أنهم ليسوا من البشر التي لم تهتز إنسانيتهم ومشاعرهم لما يحصل من إبادة ومجازر في غزة. يعني هل سيأبهون إذا ما يحصل في لبنان؟ ليس لبنان لم يقدم فقط 500 شهيد إلى الآن، أنه في هناك من الشهداء الأطفال الذين ذهبوا في الغارات الوحشية التي قامت بها إسرائيل، أنزلت مباني سكنية على قاطنيها، أبراج سكنية أنزلتها على قاطنيها من أجل اغتيال سماحة السيد العظيم. طيب. من أجل اغتيال القادة قادة المقاومة اللبنانية. هناك أطفال ما زالت ضحكاتهم وصوت ضحكاتهم ضجت به العالم. حتى سيد حسن هو ليس فقط سيد أنه مقاوم، سيد المقاومة في لبنان، هو بات سيد شهداء أممي. العالم كله بكوه المسيحيين كما بكوه المسلمين والشيعة. لا هناك الكثير من المسيحيين الذين وضحت الفكرة ستريا جيدا واتصلوا وهم يبكون على السيد حسن، وإلى الآن يعني ما قادرين يصدقوا هذه الفجيعة التي يعني أنا لا أقبل. يعني رغم كل انتقادي وكل ثورتي على بعض اللبنانيين طيب ست ثريا لا 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 نستطيع ان نعتبرهم من البشر اللي هم نعم. كمان يعتبروا من الداعمين لاسرائيل، جبهه اسناد لاسرائيل في لبنان، وهؤلاء كانوا في 82 طيب شكرا وغيرها. شكرا شكرا جزيلا من بيروت الصحفيه والكاتبه ثريا عاصي، شكرا جزيلا. الشكر موصول لاستاذ الاعلام الدولي في جامعه بغداد الدكتور رعد الكعبي. تفضل. تعلق عليها عن ثابت عند الفريقين ان النبي صلى الله عليه وسلم ورب معركه احد قاعد على الجبل فقال ما انصفنا قومنا. الآن حقيقة السنة ما أنصفونه، والذين هربوا في معركة أحد أحفادهم هربوا بهاي المعركة مع الأسف. دكتور هادي أنا أعتقد يعني آسف مو داعقاطة، أنا أعتقد أن السنة أنصفوا، ولكن بعض الأنظمة العربية التي تدعي أنها سنية تحاول أن تجر السنة إلى دائرة الخذلان، وهذا مصادفك شخص كفرق سنية عديدة مثل ما مصادفك شخص قال لك هذا مسرحية وغير مسرحية؟ طبعا كثير صح. كثير أنا طيب. أقول مو إحنا الآن راح نسلم بالهزيمة لعديش القاتل ها. إذا نجي ونقول السنة ويا إسرائيل شنو الفائدة؟ لا هذا مو صحيح، مو كل السنة ولا أنا قلت لك بالضبط إحنا علينا نركز على مقاومة الشيطان، والشيطان عدو الإنسان، العدو الأكبر، العدو الأكبر لمواجهة العدو. شكرا جزيلا الكاتب والصحفي هادي جلو مرعي. شكرا هو اسمي جزيلا. لاتيني فيصير هذا. شكرا 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 جزيلا انا ما ارجع من فنزويلا صار هذا. شكرا جزيلا. اذا ختام محور حلقتنا لهذا اليوم بابرز ما جاء في منصه اكس عن اقتراب مرور عام كامل على احداث غزه واخر المستجدات في لبنان، لنتابع.
الحصاد انتهى لهذا اليوم. شكرا على كرم المتابعة وفي أمان الله وحفظه. إلى اللقاء.